مساء الخير متابعي جريدة موقع أهل مصر في كل مكان. أهلا أهلا وسهلا بحضراتكم، متابعين معاكم اليوم من مدينة القصوص محافظة قلبية، ومتابعين معاكم حنان عليوة محافظة قلبية، وهنغطي اليوم نظام إفطار جماعي نظمته مدينة القصوص محافظة قلبية، أكبر إفطار جماعي شهدته محافظة قلبية خلال أشهر رمضان. الفطار بيضم 3000 صائم هيفطروا على مائدة اليوم من مدينة الخصوص، حيث تجمع أهالي مدينة الخصوص محافظة قلبية على مائدة واحدة، وهو أكبر إفطار تشهده محافظة قلبية بعد فطار المطرية واللي تم تنظيمه بحضور الآلاف من المواطنين. النهاردة متابعين معاكم من مدينة الخصوص محافظة قلبية، وتغطية جديدة عن إفطار ايام رمضان واللي حرصت ابناء محافظه قلبيه على مشاركه افطار جماعي نظمته مدينه القصوص لمشاركه حوالي عدد 3000 صائم لافطار 3000 صائم في المائده. حرص الاهالي ان تكون وجبات الفطار وجبات متنوعة من العصائر والمأكولات لإفطار الصائمين. هشارك في المائدة اليوم 3000 صائم. زي ما حضراتكم شايفين الاهالي قامت بتنظيم الافطار من خلال مجموعه من الشباب واللي بتحرص على ادخال المواطنين للمائده للمشاركه في الافطار. لا لسه